إذا كان عندنا ميل في الزواج كنا راح نعمل بزاف المشاكل، غادي يساعدنا في الفصل شكون اللي خطأ. هاد الندوه كتجي في اطار واحد سلسله من نقاشات جمعيات المجتمع المدني، ومشكورين المنظمين ديالها باش ناقشوا الارضيه هاد الافاق اللي عندنا في التعديل وواقع التنزيل اولا، والاحاطه الشامله بهذا الواقع والمشاكل ديال لا المراه ولا الرجل ولا الاطفال، يعني حتى الاطفال كيخصهم واحد الحيز باش نخلقوا لهم اطار للمصلحه الفضله ديالهم ونراعيوا الحقوق ديالهم، ماشي فقط المراه او الرجل مساواه الاطفال. فمراعاه ذلك ومراعاه ما يمكن ان يصب اليه كل طرف من هذه الاطراف الثلاثيه، ان شاء الله وفي ظل الحفاظ على الثوابت ان شاء الله تكون مقترحات تساهم في المسوده الان اللي هي في صدد الاعداد لها، وتكون مقترحات من موسى، ونتمنى ان المشارع يعمل بها وياخذها بعين الاعتبار. نجتمع اليوم في هذه الندوه محترمه انطلاقا من تفاعل المجتمع المدني مع تعليمات صاحب الجلاله بفتح هذه الورشه الخاصه بمدونه الاسره. وبما ان هذه المدونه مرتبطه بالاسره ومرتبطه كذلك بواحد المجموعه ديال المؤسسات العموميه المعنيه، فهي مرتبطه كذلك بالمجتمع المدني ومع فاعلين ومع خبراء ومع اساتذه باحثين، فان اليوم كذلك يشرفنا ان نشارك في هذا الورش. وهذا الورش نحن ندعو من باب المشاركه الايجابيه اننا نناقشه بهدوء وبمسؤوليه، لانه يهم الاسره ويهم امه. وكذلك هو جاء لمراجعة ديال 20 سنة، لأن كتعرفوا بعد 20 سنة جاء دستور جديد اللي هو 2011، وبالتالي كان من الواجب أن يحصل واحد التغيير ويتلائم كذلك مع دستور 2011. طبعا كاينه بعض الأفكار المطروحة، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها حقوقية، منها شرعية، كل هذه الأشياء لها إطار يؤطرها هو الدستور والخطب الملكية وكذلك بعض المرجعيات، ونحن سنبقى في إطار الدستور المغربي وسنبقى كذلك في إطار الخطب الملكية، ونحاول أن نعدل البنود التي بينت اختلالات متعددة وخصوصا بالنسبة للمرأة، لأنه الضحية اللي كيبان واضح في هذه المدونة غالبا الأطفال والمرأة. وبغينا نعرفوا لماذا، واش هذا في خلل قانوني ام حقوقي ام تطبيقي، وهذا هو النقاش اللي خصو يكون. وكنعتقد بانه الرجل حريص باش يكون في اسره طيبه، والمراه حريصه كذلك، والاطفال يحتاجون كذلك الى اسره. واعتقد ان المجتمع المغربي نضج بما فيه الكفايه، وهذا الورش غينجح لان كيشرف عليه صاحب الجلاله، ونسمعوا الجميع وناقشوا الجميع، ولكن ما هو مقبول غادي نقبلوه، وما هو خارج على الاطر ديالنا يمكن نستبعدوه، ولكن اعتقد سننتج مدونه يستحقها المغاربه ان شاء الله. سيدنا الله ينصرو عطى اوامره السيد رئيس الحكومه لانشاء لجنه التشاور حول مدونه الاسره، ولهذا ارتئينا اعضاء مكتب جمعيه الاهداف النبيله حيش معه ان ننظم هذا اللقاء لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وشكرا.